لا يا عم ما بنساش صاحب المكان اللي كنت بقابلك فيه قبل ما اروح فرع عند مسكر، صح؟ كنت بشوفك. لا 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 عمك ده رقم. يا جدع بقول لك عمي. لا بس فرصه سعيده. انا اسعد الله يا عم سعد. ربنا يكرمك. بس انت ايه؟ واضح ان انت جبت مول جامد قوي. يا عم اسكت. ماشي بس ما تزعلش مني، يعني ده توقف عن النتائج. لا لا من ناحيه نتائج اطمن 100 100 باذن الله. بس التقل حلو. وانا قدامك اهو، انا تقلت 40 سنة ما قلتش اي. ما هو الرقم ده هو اللي قلقني. احنا بطل وسواس يا بقى. قلت لك ما حدش وصل لوصول لابويا، ولا حد حفر زي ما حفر ابويا. اهو. نعيم هو جاب لك من الاخر. طب ما تريحني كده يا عم سعد وتقول لي هو ايه اللي تحت بالصمت؟ سخنان بالجامد انت. ماشي يا عم. تحت بقى. البنك بتاع مصر القديمة، كل حاجة الناس خبتها وخايفة عليها في زمن الجوع والحرب والحاجات دي، ملايين متمليانة موجودة تحت، أصحابها سابوها ومشوا وما رجعوش تاني. طب وانت يعني عم سعد ما فيش مرة خلال 40 سنة جربت كده من غيرنا؟ أنا في 40 سنة دول ما عملتش حاجة غير إن أجرب. أنا طول بجرب. بس الأيام دي بقى الحفر بقى صعب قوي، الناس كلها واخدة بالها من الناس كلها، بالك أنت لو طلعت شكارة رمل الحمام بتاع بيتكو هيقولوا عليك بتدور على آثار. رقم عمي، رقم عمي. مش هناكل ولا ايه يا ابن اخويا؟ خش عمي. حلقات جديدة يوميا على فيو بتوقيتك.